لا بد من وضع سياسة مائية واضحة وبحجم المشكلة تتبناها الدولة، سواء في مسألة وضع الخطط الكفيلة بالحفاظ على كمية المياه في جميع أنحاء البلاد، أو في مسألة التخزين والإكثار من وسائل المحافظة على مناسيب معقولة للمياه، وإيجاد حلول أيضا لمسألة الهدر وسوء الاستخدام في بعض الأحيان. إن الحفاظ على هذه الثروة هي مسؤولية الجميع، مؤسسات وأفراد. الصوفي الذي أكد أهمية تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي بعد الانتصار الكبير الذي تحقق على داعش، دعا إلى العمل الجاد على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم. أنه لا بد من العمل الجاد على إعادة النازحين إلى مناطقهم وإعمارها بحسب ما يتيسر، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.